اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا غفورا. إن الله بصير بالعباد، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا القاسم محمد. صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين المظلومين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. نواصل حديثنا في هذه الليلة أيضا عن مكانة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وكما ابتدأنا وكذلك الحديث عن أمير المؤمنين واقعا لا ينتهي ولا يتقيد بتقيد الزمان، لأن أمير المؤمنين تجاوز كل زمان وكل مكان. عموما للإمام علي عليه السلام مكان في ثلاث أدوار من أدوار البشرية، وهذه الأدوار نتعرض لها إن شاء الله بشيء من التفصيل. الدور الأول دور الإمام علي عليه السلام في زمن ظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. المحنة الليلة الماضية أن من ضمن علامات ظهور الإمام المهدي علامة الصيحة، والصيحة تعتبر من العلامات الحتمية، يعني أكو علامات قسموها العلماء إلى علامات حتمية وعلامات غير حتمية. من العلامات الحتمية قضية الصيحة، أنه حتى الأئمة عليهم السلام علقوا عليها بعض الأمور، مثلا قول الإمام الصادق عليه السلام: ألا ومن ادعى الرؤية أو المشاهدة قبل السفيان وقبل الصيحة فإنه مفتر كذاب.
يعني اي واحد يجي يدعي انه يبلغ عن الامام المهدي وانه رسول من الامام المهدي قبل السفياني وقبل الصيحة اتهمه انهم الكذابين، مثل ما قيدوا الائمة قضية التوقيت، يعني توقيت ظهور الامام المهدي، يجي واحد يقول الامام بيطلع هالسنة، بيطلع 2017، بيطلع 2014، كل هذه الاشارات وهذه التصريحات هي باطلة، لان قضية الامام المهدي لا يعلمها الا الله، هذه من الامور الغيبية. اما يجي عالم شوف العلماء، ما احد من علمائنا يقول ان الامام المهدي بيطلع هذه السنة او بيطلع سنة كذا، لان يعرفون الروايات نهت عن التوقيت، لا يكون احد يجي يوقت. قبل تقريبا في سنة 2007 طلع واحد قام يوقت يقول السفياني بيطلع في 2000 وقبل، طبعا من 2005 طبعا كتاب، وقال ان سنة 2007 بيطلع السفياني وبيطلع في يوم الجمعة يوم النهروز، قال ايش نسوي حسابات ما انزل الله بها من سلطان، وقال شوف خذ كلمة سفياني واجمعها ما ادري بويش. بعض الناس سبحان الله، هذا دين، مو جي واحد منا ويتبرع منا من نفسه يسوي حسابات. احنا كبار فقهائنا ما قدروا يحددونها، حضرتك انسان مغمور ما احد يعرف تحدد لنا خارطه ظهور الامام المهدي. فامثال هذه المؤلفات اللي تحدد بعض القضايا وتعطيك توقيتات كلها باطله، وقضيه الامام المهدي غيب بيد الله سبحانه وتعالى. موضع الشاهد من ضمن علامات ظهور الامام المهدي قضيه الصيحه، والصيحة لها علاقة وارتباط بعلي عليه السلام. وفي حديث عن الإمام الصادق عليه السلام يقول الصيحة تكون في شهر رمضان، توقيتها في شهر رمضان، ما حدد الإمام السنة، قال هي في شهر رمضان، يسمعها أهل العالم، كل واحد يسمعها بلغته وبلسانه. هسه شلون الله العالم، بس كل واحد يفهم فحو هذه الرسالة ويصل إلى هذا النداء. ويقول الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه أو الإمام الصادق عليه السلام، ما أقول يعني الفرق بين روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، يقول هذه الصيحة ينادي فيها جبرائيل بين السماء والأرض، ويقول ألا وأن الحق مع علي بن أبي طالب وشيعته صلى الله عليه وسلم. وإذا بصيحة ثانية أيضا إبليس يقول ألا وأن الحق مع عثمان وشيعته، مثل ما يقول هناك صيحة إلى جبرائيل يقول هذا اللي يسأل الإمام بمثل شلون فور بين هذه وهذه، قال تلك الأولى فاتبعوها، الأولى أول صيحة فإنها من السماء، وأما صيحة إبليس فإنها من الأرض. إذا الصيحة أيضا شفنا علي بن أبي طالب اللي صار له ميت كذا سنة، 1000 سنة وأكثر، حاضر وبقوة في زمن الإمام المهدي وفي ظهور الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. أي واحد. اثنين، أيضا مذهب وولاية علي بن أبي طالب في زمن الإمام المهدي هي التي تملأ الأرض كلها، وهذه الحقيقة
زين نلاحظها في هذا الحديث اللي يروونه المسلمين سنة وشيعة أن نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان في بيت المقدس ويصلي خلف الإمام المهدي. سنة وشيعة يقول هذه الحادثة، وطبعا هذه الحادثة نستفيد منها إفادات كثيرة كثيرة من الإفادات نستفيد من قضية أن نبي الله عيسى يصلي خلف الإمام. يفترض أن ذاك نبي، دول اللي يقولون دول تفضلون الأئمة على الأنبياء زي طبعا ما عدا النبي محمد صلى الله عليه وآله. شوف نبي الله عيسى مع أنه نبي يصلي خلف الإمام المهدي المنتظر. شوف الآن نبي الله عيسى كم سنة من السنوات هو غائب، رفعه الله إلى السماء، هو لم يمت، ما نعتقد أنه ميت، هو حي. كل المسلمين يعتقدون أنه هو حي ويرزق، ولكن رفعه الله إلى السماء. إنزين هذا خلاص ارتفع، انتهت قضية عيسى. أنت تلاحظ أن الآن العالم، كل العالم تقريبا على أي دين؟ الدين الأكثر انتشارا الآن على وجه الأرض هو الدين المسيحي، اللي يملأ الآن أقطار العالم أكثر هو الدين المسيحي. لذلك الديانة المسيحية في آخر الزمان إذا رأوا نبي الله عيسى ينزل ويصلي معهم علامات لعيسى، هم يعرفون عيسى، كتبهم دونت صفاته ودونت كثير مما سيجري في ذلك الزمان. فإذا رأوا نبيهم قد نزل وصلى خلف الإمام المهدي فكلهم يدخلون الإسلام. وتستغرب أن هذا العالم فعلا في مسيحيين، ولكنهم كلهم يكونون من أتباع أهل البيت ومن أتباع هذا الدين العظيم. ونسأل الله أن يثبتنا على ولاية آل محمد صلى الله عليه وعلى آله. فإذا مذهب أمير المؤمنين هو الذي يملأ هذه الأرض ببركات الإمام المهدي. ونشوف الآن التشيع يعني قاعد يملأ الأرض بشكل طبيعي ومنطقي. الشيعة في دولهم، الشيعة في دولهم محاصرين، مظلومين، مضطهدين، لكن مع ذلك مذهبهم ينتشر ويملأ الوديان. في نفس الوقت أولادنا اللي غصبا عنهم يدرسون وضوء ويدرسون في المدارس الوضوء السني، لكن مع ذلك ما شفنا أولادنا صاروا سنة، ما شفناهم صاروا سنة. يعني رغم عنك انت تدرس الفقه السني وتدرس عقيدة السنة وأولادك في الابتدائي إلى الجامعة يدرسون دين يعني قد لا يتوافق مع مذهب أهل البيت، لكن مع ذلك ما سمعنا واحد يتأثر هذا الأثر. ولذلك سبحان الله يعني اللي قاعد يصير ان العالم كله يدخل الى التشيع. والأمارة من بقاع الارض، من الجزائر، من تونس، من مصر، الى درجه طلع يمزع في لحيته وثيابه وهو يصرخ اهل السنه تشيعوا، ادركوا اهل السنه. وما سمعنا عالم شيعي واحد طلع يوم من الايام قال ادركوا اهل الشيعه، الشيعه تسمعوا. هذا يدل على ان المنطق له دور فارض نفسه. والعالم في نهايه المطاف يقول الى ال محمد ليش ما فكروا هؤلاء في ان الامام المهدي، حتى لو اختلفنا وياهم في قضيه الامام المهدي، هم يقولون سيولد في اخر الزمان ونحن نقول الامام المهدي مولود. مع ذلك ما نختلف لا احنا ولا هم ان مآل قيادة هذا العالم لآل بيت محمد. اللهم صل وسلم على محمد.
إذا ظهر الإمام يؤدي دور معين عند دور الله عز وجل أمر له القيام بهذا الدور. هذا الدور ليكون الإمام المهدي أنه يملأ هذه الأرض قسطاً وعدلا كما قرر ربنا وجل. ثم بعد ذلك الروايات تقول أن الإمام صاحب العصر والزمان يستشهد ويقتل. فهل تنتهي من عدن الأرض؟ لا تخلو الحجة. بعد استشهاد الإمام المهدي هل تكون القيامة؟ لا، لا تكون القيامة، وإنما تقع قضية الرجعة. الرجعة هي اعتقاد، أي تعريف الرجعة، الرجعة هي اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى يحيي جماعة من الناس سواء كانوا من المؤمنين أو من الكافرين. هؤلاء يعودون إلى الحياة ليؤدوا دور في هذه الدنيا بعد ظهور الإمام المهدي وقبل يوم القيامة، قبل يوم القيامة. ولما أجي إلى الروايات، لأن الطريق إلى تثبت الروايات في الرجعة لا علاقة بكلام الأئمة سلام الله عليه. طريقة الرجعة وحقيقة الرجعة هذه طبعاً هناك روايات كثيرة وأدلة قرآنية أن كل أمة من الأمم وقعت فيها الرجعة. يعني مثلاً الآن في أمة موسى، زين، هناك جماعة من قوم موسى ماتوا. طبعا واحد والله هذا شلون تؤمنون بالرجعة؟ وين عقولكم؟ معقول واحد الآن يموت وترجع إلى الحياة؟ إيه معقولة، شو المشكلة يعني؟ وأنت عندك مو معقولة، أنت عقلك مو صاحي، مو معناته أن كل الناس عقولهم بنفس القياس. القرآن ذكر أن في كل أمة من الأمم، كل أمة من الأمم وقعت فيها قضية الرجعة. في أمة موسى الذين خرجوا مع موسى لميقات ربهم، يقول القرآن فأخذتهم الصاعقة ثم بعثناهم ماتوا، وبعد ذلك الله أرجع لهم الحياة. هذه واحدة. قصة عزير وعازر، وهذه واضحة أنه قضية مات هو وحمار 100 عام ثم أحياه الله. إيش تسمينا؟ حياته ما كانت لحظة المعاد، المعاد قبل القيامة لحد الآن ما وصل. شو هذا تقول إلى الحياة؟ أيضا من هؤلاء الذين أحياهم نبي الله عيسى. نبي الله عيسى أحيا كم واحد؟ يذكرون في القرآن ويحيي الموتى بإذن الله جل وعلا. يعني كان أحيا جماعة موتى أرجع لهم الحياة. هذا في أمة عيسى. قصة أهل الكهف، هذول الله عز وجل ضرب على آذانهم، فسهم بعض يعني فسروها بالنوم، وهناك من فسرها بالموت، أنهم أنامهم الله، كان معنى أنهم هنا أن الله عز وجل يعني جعلهم في عذاب الموتى ثم أرجع لهم الحياة، وهو المشهور هذا. لكن على فرض صحة القول الثاني أنهم أرجع الله سبحانه وتعالى لهم الحياة، كم؟ تقريبا 300 سنة وأكثر، ثم عادت لهم الحياة. فقضية الرجعة وقعت في الأمم السابقة إلا أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله. ما سمعنا أحد مات ثم رجعت له الحياة. ولذلك الله عز وجل انتخر قضية الرجعة إلى متى؟ إلى آخر الزمان. ولهذه الأمة أيضا رجعة تكون بعد الإمام المهدي المنتظر. نظرة خاطفة حول روايات الرجعة.
الحسين عليه السلام يعود للحياة. هذا بعد ظهور الإمام المهدي. فإذا قتل الإمام المهدي قام الإمام الحسين وقام بتغسيله وتكفينه ودفنه، ثم يملك الإمام الحسين، ثم يظهر أمير المؤمنين ورسول الله والأئمة، كلهم يظهرون ويعودون للحياة بعد ذلك. وكذلك الكفار الذين محقوا الكفر تمحيضا، دول أيضا تعود لهم الحياة. وعلى يعني هذه عليها روايات كثيرة جدا، لا يسع الإنسان أن ينكرها، لا يسع الإنسان أن ينكرها. تقول يقومون من أجدادهم، كنا قبل يوم القيامة، يقومون من أجدادهم ومن غريب الوقائع اللي موجودة في البحرين، إيمانهم بالإمام المهدي وما يجري وعودة المؤمنين في آخر الزمان. أحدثني بعض القائمين بإدارة الأوقاف الجعفرية أنهم لما أرادوا بناء مسجد الشيخ عيسى بن بحراني رحمة الله عليه، علامة البحرين العظيمة الشخصية اللي يعني هي مفخرة من مفاخر شيعة أهل البيت في هذه الأرض، الشيخ عيسى بن بحراني رجل صاحب فلسفة ومن المتكلمين والفلاسفة والفقهاء، وقع مؤلفاته تغني يعني أغنى المكتبة الإسلامية، خصوصا شرحة لنهج البلاغة، عند ثلاثة شروح على نهج البلاغة، شرح كبير وشرح متوسط وشرح صغير مختصر. بجانب مقبرة الشيخ ميزة اللي يروح يزور القبر هناك، طبعا موجود قبر الشيخ أبو البكار أول ما تدخل على بداية دخول المسجد، خلف قبر الشيخ جعفر أبو البكار توجد قبور ثلاثة تقريبا. هنا لما أرادوا البناء وحفظ القبور، طبعا القائمين على الأوقاف واحد خبر يقول رأينا ثلاثة أجساد في هذا الموضع، يعني رغم مرور سنوات طويلة جدا على وفاتهم إلا أنهم لم يتغيروا تماما. يقول بين عليهم يعني هيئة الأكفار. هذه الحادثة وقعت في البحرين، هذه مقبرة أبو عمر، نحن جاي نخلق يعني شيء من الكرامات، لكن سبحان الله للمؤمن كرامة عند الله جل وعلا. حتى في مقبرة أبو عمر هذه شفناها وجافوها جماعة كثيرة من أهل البلاد وغير أهل البلاد، زين قبور قديمة جدا، هذه القبور مو مثل القبور الآن، قبور مال هالأيام تنعرف، يعني حتى لما يحفرون القبر ينعرف طريقة الدفن وكذا، أن هذا قبر حديث، حتى لو بنقول مثلا صار له 30 سنة على أقل التقادير ينعرف، لكن هذه القبور قديمة جدا. وقول بعضهم من كثر ما هي قديمة ما كانوا مدفونين بالفروش أو هذا أو الطابور، لا كانوا يحطون عليهم قطعة من الرحى، هذه اللي جابوهم في أبو عمار بهي الطريقة، قطعة من الرحى. يقول لما شلاهم يقول كان الجسد تماما كأنه نائم، يقول ما أقول لك ميت، يقول كنا واحد نايم سبحان الله داخل الجو، رغم أنه صار له تقريبا 300 أو 400 سنة. هذه من الأمور الغريبة والعجيبة، أهل البحرين أهل إيمان أهل التقوى، يعني من الناس اللي كانوا يواظبون وما زالت البحرين واقعا يسألون عن الحلال وعن الحرام، يصلون صلاة الليل، لا شك أن المؤمن له كرامة عند الله سبحانه وتعالى. يقول دول اللي حصلوهم عند طريق الشيخ ميثم، يقول كان يعني عندهم سيوف قديمة إلى جانبهم، سيوف قديمة
إلى جانب كل واحد منهم، إضافة إلى شكل الأكفان القديمة اللي معروفة مو من الأقمشة الموجودة في هذا الزمان. وسبحان الله، هذا كأنما هو مصداق إلى دعاء العهد الذي نقرأه مع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف: اللهم وإن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا، فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني، شاهرا سيفي، مجردا قناتي، منبيا دعوة الداعي في الحاضر والبلد، إلى أن يقول اللهم أرنا طلعة الرشيدة. عندهم حالة من الشوق إلى رؤية الإمام المهدي المنتظر. إذا قضية الرجعة موجودة في كتبنا ومصادرنا، وعرفنا قضية الرجعة: يرجع رسول الله، ويرجع أمير المؤمنين، ويرجع الإمام الحسين. وهذا ما قد كتبنا في الزبور من بعد الذكر: أن الأرض يرثها غادي الصالحون. وأيضا كثير من الآيات القرآنية تشير إلى حقيقة الرجعة. عموما روايات الرجعة كثيرة، نهايتها أنه يقتل إبليس والذي يقتله رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا معنى الآية: اجعلني من المنظرين. قال الله عز وجل لما رد على إبليس زين: إلى يوم يبعثون، لا قال إلى يوم الوقت المعلوم، ما قال إلى يوم يبعثون، يعني هو حرام جاء، ولكن هذا المجال إبليس ما راح يعيش إلى نهاية العالم إلى يوم البعث، قال إلى يوم الوقت المعلوم، إليك وقت معلوم، وهذا الوقت هو رجعة النبي ورجعة الأئمة سلام الله عليهم. يملكون في هذه الدنيا وتقوم لهم دولة، ويقول الإمام الصادق: لكل أناس دولة يرقبونها، ودولتنا في آخر الدهر تظهر، في آخر الزمان تظهر دولة لآل بيت محمد. الأمر الثالث: مو فقط الرجعة، حتى يوم القيامة. سبحان الله، علي بن أبي طالب يعني ما يقدر إنسان يبتعد عن علي عليه السلام، ما يقدر. عدنا في الروايات أيضا أنه لا يموت إنسان إلا ويحضر عنده رسول الله والنبي، رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين. وخبر الإمام علي بعض أصحاب الحارث الهمداني، رواية ينقلها الشيخ الطبرسي في كتاب بشارة المصطفى لشيعة المنتظر بسند صحيح. تقول هذه الرواية أن الحارث الهمداني قام يسأل عن قضية الموت وما موت وكذا، فقال له أمير المؤمنين: اعلم أنه لا يموت إنسان في شرق الأرض في غربها، مؤمن كافر منافق، إلا وأحضر عنده، يحضر عنده علي بن أبي طالب. وهذه من الروايات المتواترة، من الروايات المتواترة، حتى صادها بعض الشعراء، بعض الشعراء والرسيل إسماعيل الأمير يقول: يا حاري همدان، من يمت يراني من مؤمن أو منافق قبلا. يا حاري همدان، يا حارث الهمداني، يا حاري همدان، من يمت يراني من مؤمن أو منافق قبلا، أعرفه باسمه ويعرفه. فيقول هو ما شفت علينا هذه الماضي،
لكن اللي يدلك على ولايه علي بن ابي طالب هو حبك لامير المؤمنين، محبتك لعلي في ذاك اليوم. ذلك سبحان الله، كثير من المؤمنين حتى بعض الشهداء نستغرب لما نشوفه، يعني هو ميت ولكن مش طبيعي. اذا يعني بداوا بتغسيله او فارقت روحه الدنيا، تشوف عنده ابتسامه غريبه وعجيبه. هذا لاحظناه في كثير من الناس، مع ان الموت اذا حضر الانسان، يعني الانسان يعيش حاله من الرعب، حاله من الخوف، لانه يفارق الدنيا، يفارق اهله واحبابه وينظر الى ملك الموت. بعض الناس يعني ملك الموت ينتزع ارواحهم انتزاعا شديدا، فتشوف يظهر الاثر على وجهه، لكن بمجرد ان يرى امير المؤمنين سلام الله عليه يطمئن المؤمن، يتبدل هذا الخوف والفزع الى حاله من الاريحيه، حاله من الاطمئنان. وهذه كرامه الى شيعه اهل البيت سلام الله عليه. زين، ايضا ينتهي دور الامام علي، الميت يشوف الامام علي، خلاص انتهى الدور؟ لا، ما ينتهي. يجي الى القيامه، يوم القيامه، حدث في يوم القيامه دور لامير المؤمنين طبعا في عالم البرزخ، ايضا حضور الى الامام علي اللي كان ويا امير المؤمنين، الله يجعلهم وياه ايضا في عالم البرزخ. كعالم المغرب ايضا تلتقي الارواح، بل من غرائب الامور ان ارواح المؤمنين تجتمع في مكان بقرب قبر علي بن ابي طالب سلام الله عليه، يعني وهو وادي السلام. وادي السلام الغريب، وفي الروايات عن اهل البيت ان ارواح الكفار تجتمع في مكان يسمونه بئر براهوت او وادي براهوت، هذا في اليمن، والمكان موجود في اليمن، وعندهم عقيده اهل اليمن كلهم عندهم هاي العقيده. واما ارواح المؤمنين فتجتمع في وادي السلام في الغيب، والان هي تعتبر من اكبر المقابر في العالم، من اكبر المقابر في العالم، بل كان مشهور يعني حتى في زمن ما قبل في حياة أمير المؤمنين سلام الله عليه، رزقنا الله وإياكم زيارة علي. إذا تروحون هناك عند العراقيين جهة الغرب، وأنت رايح إلى النزلة يسمونها بحر النجف، ما بين مقام الإمام علي وبحر النجف، هناك موجود ضريح مزار يسمونه صافي صفا. العراقيين يسمونه صافي صفا. ايش قصته؟ هذا واحد من اليمن، واحد يمني جاب ولد ميت ومات في اليمن، وجاب ولد على ناقه، وكان الامام علي عليه السلام في الكوفه ذاك الوقت، الامام علي في الكوفه، وجاب الى هذا المكان اللي دفنه، سال الامام علي عليه السلام لماذا؟ يقول احنا عندنا اخبار أخذناها أبا عنجد أن أرواح المؤمنين تجتمع في هذا المكان، وعند ولي من أولياء الله وهو ابن عم الرسول علي بن أبي طالب سلام الله عليه، ودفن هذا صافي صفا رجل اليمن، دفن الآن وإلى الآن قبره، ودفن في حياة الإمام علي، إلى الآن قبره في ذلك المكان، رزقنا الله واياكم زياره. اذا في عالم البرزخ ايضا قبور لعلي بن ابي طالب، ثم في يوم القيامه حدث ولا حرج، روايات كثيره يعني تصف علي بن ابي طالب. يوم من الايام ابو حنيفه هذا صاحب المذهب سمعوا ان احد رواه الحديث، زين احد الرواه المعروفين، زين وهو من يسمونه الاعمش، هذا الاعمش رجل شيعي متشدد
الخندق تصدق في ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه. يعجبكم يعني من الشيعة اللي دائما يقولون روايات أهل البيت وإذا قلنا بدار محمد، هذا كان على فراش الموت، هذا الأعمش على فراش الموت. أبو حنيفة سمع أن الأعمش مودع، أخذ جماعته وتلامذته قالوا خلنا نروح ننصحه، الآن هو على فراش الموت يمكن الله يهديه من بين. جو إليه قالوا له يا أعمش أفنيت عمرك تروي روايات في علي بن أبي طالب وكلها روايات مو صحيحة. هذا سمع قالوا قعدونا سندوا كذا قعد. قال حدثني فلان عن فلان، جاء فلان سلسلة عام إلى وصل إلى الإمام زين العابدين سلام الله عليه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله في قوله تعالى ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. هي الرواية موجودة في كتاب مناقب أمير المؤمنين لابن المغازل الشافعي، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، عن رسول الله صلى الله عليه وآله. ألقيا الخطاب موجه إلى محمد وعلي، ألقيا محبكما في الجنة وألقيا مغرضكما في نار جهنم. صلوا على محمد. سبحانه وتعالى أن الإنسان يثبت على هذه الولاية إلى آخر حياته، إلى آخر حياته. نسأل الله أن يثبتنا الثبات، مو قضية يعني مات وممكن وكذا، لا كلها مظاهر، الحقيقة داخل قلب الإنسان، الحقيقة داخل قلب الإنسان. فدائما اسأل الله عز وجل. شفنا بعض العلماء يعني دائما ينصحون اذا شافوا طلبة علوم دينية وكذا ينصحون، يقول دائما اسأل الله عز وجل الذي هو مقلب القلوب ان يثبت قلوبكم على دينه. هذه نعمة من نعم الله، ان الانسان يموت قلبه ثابت مطمئن بولاية امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. إذا أمير المؤمنين في الجنة يوم القيامة أيضا، الروايات مثل ما قلنا حدث ولا حرج، رواية تقول اقرأوا تفسير قوله تعالى وعلى الأعراف رجال يعرفونهم كلا بسيماهم. شوف الآية شو معناتها، من هذول الرجال اللي يقفون على الأعراف ويعرفون شخصون الناس، هذا في النار وهذا في الجنة. سبحان الله. منهم علي بن أبي طالب والأئمة من ولده إلى غير ذلك من الروايات القرآنية. ثالثا وهو أمر مهم اللي يعني يحاول يقول هل هاي البحوث لها علاقة بالقرآن؟ نعم لها علاقة بالقرآن. حديث عن رسول الله يحشر المرء مع من أحب، وفي القرآن الكريم يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يعني يوم القيامة الله عز وجل ما ينادي، ما يأمر ملائكة يوم القيامة ينادون كل واحد باسمه فلان من فلان، وبطول السالفة ينادون الأئمة، أئمة الكفر وأئمة الهدى، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، وعدنا أيضا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. أكو ناس يهدون إلى النار ويرشدون إلى النار، وأكو ناس يهدون إلى الجنة. يوم ندعو كل أناس
لإمامهم. وما ألطف الأبيات وإن قرأتها قبل ليلتين، لكن هذه من لطائف الأبيات والأشعار اللي قالها السيد إسماعيل الحميري رحمة الله عليه، وهي القصيدة المعروفة لأم عمرو باللواء مربعو طامسة أعلامها بلقاو تأوي إليه الطير وحشية والوحش من خيفته تفزع. الناس يوم الحشر راياتهم خمس فمنها هالك أربع فراية العجل وفرعونها وسابق للأمة الأشنع وراية يقدمها أدلم بالزور والبهتان قد ضيعوا أدلم وحبدر ونعثر أي أسماءهم. والأئمة سبحان الله عطوهم كودات ما يوصلون بالأسماء، عطوهم أسماء موجودة في التاريخ، تاريخ البشر موجودة، مو أسماء خيالية، لا أسماء لها علاقة في التاريخ البشري كله. وراية يقدمها حبتر بالزور والبهتان قد ضيعوا، وراية يقدمها أدلم عبد وقيع لكم أكوع، وراية يقدمها نعسل لا برد الله له مرجع، وراية يقدمها حيدر ووجهه كالشمس إذ تطلع. لذلك الإمام الحسين سلام الله عليه، الإمام الحسين قلنا أن المحتضر أو المحتضر يرى ما لا يراه الآخر. الإمام الحسين مع ولده وفلة كبده علي الأكبر سماه علي على اسم جد أمير المؤمنين، وكل معاني أمير المؤمنين لاحت في وجه علي الأكبر عليه السلام. لما أن وقع علي الأكبر على الأرض وجاء له والده الإمام الحسين عليه السلام، ساعد الله قلب الحسين في ذلك اليوم وقال هذه الكلمة على الدنيا: بعدك العفا. يقول الروايات: وإذا بعلي الأكبر يبتسم في وجه أبيه الحسين يضحك ثم يبكي، قال له: ولدي علي قد طعتني يا قلبي، أراك تبتسم ثم تبكي، قال: أما أنني ابتسمت فلأني الآن رأيت جدي رسول الله ووالدي أمير المؤمنين وقد سقياني بكفيهما فذهب الظما من على قلبي، وأما أنني بكيت فلأني رأيت جدتي فاطمة الزهراء قد شبكت عشر أناملها على رأسها وهي تنظر إلي وتنظر إليك وتقول: وولداه حسين. أوالي قد طلع علي الأكبر
فاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.